نلتقي في هذا المؤتمر الأول لشعبة الدراسات الإسلامية مع الجلسة الأخيرة. إذن المداخلة الثانية للدكتورة نبيلة الزكري من جامعة القرويين بالمغرب في موضوع العقيدة الأشعرية وسؤال التجديد، فلتتقدم مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكلية متعددة التخصصات بالراشدية في شخص عميدها وجميع أساتذتها الأجلاء فضلاء، خاصة السادة أعضاء اللجنة العلمية المنظمة لهذا المحفل العلمي المتميز. كما أشكر السادة الأساتذة المشاركين والسادة الأساتذة الكرام وجميع الحضور الكريم. مداخلتي كما أشار إلى ذلك مشكورا السيد رئيس الجلسة تتناول موضوع العقيدة الأشعرية وسؤال التجديد، وأعتقد أننا سننتقل من العقلانية المعتزلية المحضة إلى التوفيقية بين النقل والعقل. فمما لا شك فيه أن سؤال التجديد في العقيدة الأشعرية أضحى مطلبا ملحا في عصرنا الحاضر، خاصة مع بروز قضايا كلامية مستحدثة وظواهر دينية جديدة واستمرار الفرق المبتدعة في البوح بمقولاتها وبث آرائها، وإن لبست ثوبا جديدا وظهرت بمظهر معاصر. ولئن كانت الأصول العقدية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فإن المقصود بالتجديد في العقيدة تجديد المنهج والوسائل والآليات بشكل يتناسب مع المتغيرات المعاصرة. من هنا تأتي أهمية هذه المداخلة التي تروم استجلاء العناصر الآتية: العقيدة الأشعرية خصوصيات ومميزات، المنهج العقدي عند أبي الحسن الأشعري، مدى الحاجة اليوم إلى تجديد المنهج العقدي، وما هو التجديد المقصود، وكيف السبيل إلى صوغ رؤية علمية مواكبة للتطورات الزمانية والضرورات الواقعية. ينسب المذهب الأشعري إلى مؤسسه أبي الحسن الأشعري، والعقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صورتها البرهانية العقلية. قال الذهبي: أخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إماما قام بنصرة دين الله، وجاهد بلسانه وبيانه بلسانه من صد عن سبيل الله، وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة مستقيم على العقول الصحيحة. فقد أعلن الأشعري انخلاعه من بدعة الاعتزال، ودعا إلى موقف وسطي معتدل أشبه بالمنزلة بين منزلتي أصحاب العقل وأصحاب النص، أي بين المعتزلة وبين الذين يقفون عند حدود النص، موقف وسط لا ينحرف نحو العقل الفلسفي الجارف ولا يكتفي بالتسليم الساذج دون بذل الحد الأدنى من جهد التفكر، حركة وسطية لم تجمد أمام النص ولم تقف عند العقل، بل وازنت بين النقل والعقل. لذلك كان انتشارها أوسع مدى وإقبال الناس عليها واسعا، وقدر لها أن تنال القبول الكامل والرضا التام في نفوس أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث بعد ذلك بمدة ليست بالقصيرة. إذ رأى الأشعري أن أساس إصلاح الأمة في عودها إلى مصادر دينها وهي الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، يقول الأشعري: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. فكان الأثر العظيم لفكر الأشعري في الأمة والمجتمع الذي تمثل في الخروج بالمسلمين من دائرة الخلاف والتعصب للرأي، الموازنة بين الآراء المتقابلة، والخروج برأي وسط، الجمع بين العقل والنقل، وعدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب لم يستحل أو برأي أراد صاحبه الخطأ فأخطأه. الواقع أن المذهب الأشعري سعى أساسا إلى ترسيخ مبدأ التوسط والاعتدال، ولما اتسمت به العقيدة الأشعرية السنية من وسطية واعتدال وتوفيقية وتسامح، فقد اختارها المغاربة واعتنقوها حتى أضحت ثابتا
من ثوابت الدولة ومكونا أساسيا من مكونات الهوية الدينية بالمغرب، فانتشرت به منذ ترسيمها زمن الموحدين إلى يومنا هذا، وهو ما عبر عنه عبد الواحد بن عاشر في منظومته المرشد المعين في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ثانيا، مدى الحاجة لتجديد علم الكلام في واقعنا. التجديد ضرورة لأن النصوص محدودة والوقائع والحوادث غير متناهية. التجديد ضرورة لأن تقادم الزمن وبعد الناس عن عصر الوحي يؤدي إلى تغير المفاهيم ووقوع الانحراف في الفهم والتطبيق. التجديد ضرورة ليبقى هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان. ولا شك أن علم الكلام اطلع عند نشأته وفي كثير من عصوره بمهمتين أساسيتين: الأولى بيان العقائد الإسلامية، والثانية مناقشة عقائد المخالفين وتقديم براهين والحجج على بطلانها وبيان زيفها وحراسة عقائد العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة. ولنا أن نتساءل عن أهمية دراسة علم الكلام في العصر الحديث، وهل لا زالت له وظيفة من حيث إنه علم يهدف إلى بيان العقيدة وإثباتها والدفاع عنها. الواقع أن قضايا علم الكلام قضايا لا تختص بزمان بعينه، والتصورات التي قدمها علماء الكلام لا شك أنها تماشت مع زمانهم ومع المدارك العقلية لمجتمعهم والفكر الرائج في ذلك الزمان. ولا شك أن عصرنا الحالي قد اتسعت فيه دائرة العلم، وحدث تطور علمي في شتى مجالات العلوم المعاصرة، الأمر الذي يستلزم الاستعانة بالأدلة العصرية القائمة على الواقع والتجربة والعلم، سواء في بيان حكمة الله من مخلوقاته أو الرد على الشبهات المعاصرة ومعالجة القضايا الكلامية الجديدة. والعقيدة الأشعرية يجب أن تواكب المستجدات الراهنة وتجدد في منهجها وآلياتها، لا سيما أن من ثوابتها القول بأن الإيمان يتوقف على النظر والمعرفة العقلية، وهذه الأخيرة سمة العصر الحالي. فما يميز الأشاعرة هو قناعتهم العامة بمشروعية النظر العقلي في أمور العقائد، ذلك أنهم يدبجون كتبهم ويبدؤونها غالبا بإثبات النظر والدفاع عن مشروعيته الدينية والاستدلال على ذلك بأدلة عقلية ونقلية. وإذا كان العصور الأخيرة قد قفز في طريق الكشف قفزات هائلة قد تفوق الخيال، وإذا كانت بعض الأمم قد أذهلتها كشوف العلم حتى اعتبرت عصر العلم تطورا لما سبقه من عصور الإيمان وهو تطور ينفي الإيمان من وجهة نظرهم، فإننا على العكس من ذلك يمكننا أن نستفيد من منجزات العلم ونوظفها لخدمة الدين. وقد أثبتت الوقائع أن العديد من المستشرقين الذين اعتنقوا الإسلام إنما آثروه على غيره لما وجدوه من توافق بين الإسلام وحقائق العلوم. وإذا كان القرآن قد اشتمل على كثير من هذه المعارف، فلماذا لا توظف في الاحتجاج للإسلام ومقارعة خصومه؟ وليس توظيف معطيات العلم في خدمة الدين بالأمر الصعب، لا سيما وإن عرضنا المحاولة التي قدمها المفكر المسلم وحيد خان في كتابه الإسلام يتحدى، حيث أثبت عددا من مهمات الدين الإسلامي وأصوله بواسطة الحقائق التي توصل إليها العلم. حتى ربما بقيت دقيقتان حتى أصل إلى إذن ينبغي لعلماء الأشعرية استثمار نتائج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية استثمارا يخدم العقيدة الأشعرية. فالعلوم الحقة قد عرفت تطورا ملحوظا وازداد تدقيقها في العديد من الظواهر الكونية، وقدمت تأويلات علمية جديدة، وجدنا أنها تتماشى مع ما صرح به القرآن أو لمح إليه في أكثر من آية من آيات القرآن. وإذا كانت نتائج الإعجاز العلمي تفسح المجال أمام كثير من أتباع الديانات الأخرى إلى اعتناق الإسلام، فمن باب أولى أن نستثمر ذلك مع المسلمين أنفسهم في تعميق المعرفة بالله وتقوية الإيمان لديهم. وهذا ما يؤكد لنا أن معرفة الله تتأسس على النظر والتأمل والتفكر في ملكوت الله، ويقوم الإعجاز العلمي بتبسيط المعرفة ويسهل استخدام العقل الذي دعا إليه القرآن وأمر به في أكثر من 730 آية من آيات الكتاب الكريم. أيضا الحديث عن النبوة والمعجزات لا بد من ربطها بالصورة التي ينبغي أن تترسخ
في نفوس المؤمنين عن النبي سيدنا محمد باعتباره نبيا خصه الله بخصال حميدة وأخلاق فاضلة كريمة ودعمه بالمعجزات لتثبيت نبوته والتدليل عليها. ختام القول: التجديد في العقيدة الأشعرية أصبح مطلبا ملحا في عصرنا الحاضر حتى تواكب المستجدات الراهنة، ولن يتأتى ذلك إلا بتطوير وتجديد المناهج والطرق شريطة الاحتفاظ بثوابت الأشعرية ومقاصد علم الكلام التي قام من أجلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.